هذه المناسبة المباركة أشكر صاحب الفضل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين على ما تلقاه النيابة العامة من دعم كبير في جميع المجالات، ومنها التعيين والترقية في أعضاء النيابة لأجل أن يقوموا بأعمالهم، وهم بإذن الله تعالى سيؤدون الأمانة الملقاة على عاتقهم لخدمة لوطنهم بإذن الله تعالى.